تحب يسوع؟ كتير. تحب تتعرف عليه؟ يا ريت، بتمنى. تعرف شو بيقول؟ شو بيقول؟ دعوا الأولاد يأتون إلي فعندي لهم بركات، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دعوا الأولاد يأتون إلي فعندي لهم بركات، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ملكوت السماوات، شو ناطرين؟ خلونا نكون من أصحاب يسوع. حبك يا يسوع، حبيبي يا يسوع. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. سلام المسيح، وأهلا وسهلا فيكم يا حلوين بالحلقة 17 من برنامج أصحاب يسوع على صوت الرب. معكم ميري و ميما، وكمان ميمو. اشتقنا لكم. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ميري كريسمس، وينعاد عليكم يا حلوين بعيد الميلاد المجيد، ميلاد ملكنا ومخلصنا يسوع المسيح. وهيدي أحلى فرحة لألنا يا حلوين. يسوع المسيح يلي كانوا ناطرينه الشعب لسنين طويلة، وتنبأوا عنه الأنبياء، وهيدا الشيء مذكور بالعهد القديم. ومع ميلاد يسوع المسيح بلش العهد الجديد، عهد المحبة. وبالميلاد منزين بيوتنا، منحط الشجرة، نلبس ثياب حلوة، وأهم شي ما مننسى المغارة. وحضرت لكم أحلى مغارة، خلونا نشوفها كلنا سوا. بارارارام. وبالميلاد أهم شي يا أخوتي، مش بس بالميلاد، بكل حياتنا نعيش الميلاد، نعيشه نطبقه بحياتنا، ميلاد يسوع المسيح. ميلي؟ نعم يا نيمو. كيف فينا نعيش الميلاد؟ رح جاوبك. عندما نسقي عطشان كأس ماء نكون في الميلاد، عندما نكسع عريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض، ليلة الميلاد تدفن الحرب، ليلة الميلاد ينبت الحب. وهلا يا حلوين رح أحكي لكم أكثر عن ميلاد يسوع المسيح. رح نسمع كلنا سوا الخبر المفرح. خلونا نسمع الإنجيل. لما كانوا مريم ويوسف ناطرينه ليسوع، طلع أمر من أغسطس قيصر اللي هو الملك بإحصاء كل سكان مملكته، وصار كل واحد يروح على مدينته لحتى يسجل اسمه فيها.
ويوسف كمان يا أختي راح من مدينة الناصرة يلي هي بمنطقة الجليل على مدينة اسمها مدينة داوود يلي اسمها بيت لحم بمنطقة اليهودية لحتى يسجل اسمه فيها، لأنه يوسف من بيت داوود. سجل اسمه هو ومريم يلي كانت حامل بيسوع، وهن هنيك صار وقت مريم تولد. صاروا مريم ويوسف يدوروا على بيت يبقوا فيه، ولكن للأسف ما حدا قدر يستقبلهم. ضلوا عم بيدوروا ولكن ما لقوا مطرح، وبالأخير لقوا مغارة. المغارة يا أخوتي هي مكان بيعيشوا فيها الحيوانات. قرروا مريم ويوسف يبقوا بمغارة بيت لحم، وبالمغارة ولدت مريم وجابت يسوع، يسوع يلي ناطرينه الشعوب من سنين طويلة. لفت مريم يسوع، قمطته بقماش أبيض وحطته بالمزود. المزود حبايبي هو صندوق من الخشب فيه العلف، يعني أكل بيأكلوا منه الحيوانات. يسوع ما ولد بقصر ولا بفندق ولا حتى ببيت، يسوع ولد بمغارة، لأنه إلهنا متواضع وبيعلمنا نكون متواضعين. وبتعرفوا يا حلوين مين هنن أول الناس يلي أجوا لعند يسوع؟ أول ناس يلي أجوا لعند يسوع هنن الرعيان. الرعيان يا أخوتي هنن ناس كتير بسيطين، ما بيلبسوا تياب غالية وما بيسكنوا قصور، بيلبسوا تياب عادية كتير، وهنن بيشتغلوا بالحقل، بيرعوا الخراف، بيهتموا فيها وبينتبهوا عليها. كانت الدنيا ليل، وكانوا الرعيان بالحقلة عم يسهروا على غنماتهم. إجا لعندهم ملاك الرب وكله نور. الرعاة خافوا، بس الملاك طمنهم وقال لهم: ما تخافوا، إجيت تبشركم بفرح عظيم رح يكون لكل الشعب. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. الفرحة كبيرة لأنه أجا طفل على الحياة، بس تيجي الملاك هيدا بيعني إنه يلي ولد منه طفل عادي، يلي ولد هو المخلص المسيح الرب المنتظر. والملاك عطاهن علامة، إشارة لحتى يعرفوا ليسوع، وقال لهم: بتشوفوا طفل مقمط ونايم بالمذود. وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي يلي هنن الملائكة. وهيدا لحظة يا أخوتي ما ممكن ننساها. السماء والأرض التقوا، الملائكة فرحانين وصاروا يسبحوا الله ويقولوا: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما راحوا الملائكة قاموا الرعاة بسرعة وقالوا لبعضهم البعض: خلينا نروح هلا لبيت لحم لنشوف الطفل يسوع. ايه خلينا. وهيك يا أخوتي راحوا الرعاة بسرعة من دون ما يترددوا. ولما وصلوا الرعاة لقوا مريم ويوسف والطفل يسوع بالمزود، وحواليه الحيوانات عم بيدفوا. هالطفل يلي قدامن بين القش هو الله. تعبوا من محبته ورجعوا وقلبهم مليان فرح، وصاروا يمجدوا الله على كل شي سمعوه وشافوا، وصاروا يقولوا للعالم: ولد يسوع، ولد يسوع. ومريم العذراء كانت عم تحفظ كل هالكلام بقلبها. ونحن كمان يا أخوتي مثل الرعيان، تعالوا نطلع على يسوع مريم بتقدم لنا إياه. تعالوا تنقبل حبه لحتى نفرح بهالعيد، ونصير نحن كمان نبشر بهالخبرية الحلوة مثل الرعيان، ونقول بأنه يسوع ولد. إجا يسوع تيحبنا ويعلمنا الحب ويخلصنا. هللويا.
ومن بعد ما فلوا الرعيان رجعت الحياة مثل ما كانت. وبعدين اجوا المجوس ليزوروا الطفل يسوع. المجوس يا أخوتي هنن رجال بيراقبوا النجوم وبيجربوا يفهموها ليعرفوا الحقيقة. اجوا من بعيد، من بلاد فارس بالشرق لأورشليم كرمال يشوفوا يسوع. المهم شافوا نجمة جديدة كبيرة، دليل على أنه شخص مهم ولد بهالعالم، وقالوا أين المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. ولما سمع هيرودس يلي كان حاكم بهيديك الفترة، سمع بأنه ولد ملك، تضايق كتير وانزعج. تعرفوا ليش؟ لأنه خاف يجي ملك جديد ياخد مطرحه. فلهيك جمع هيرودس رؤساء الكهنة والكتبة وسألهم وين ولد المسيح؟ قالوا له بمنطقة اسمها منطقة اليهودية ببيت لحم، لأنه رح يتم كل شيء نقال بالعهد القديم على لسان النبي، وانتي يا بيت لحم رح يخرج منك مدبر بيرعى شعبي بإسرائيل. وبوقتها جمع هيرودس المجوس بالسر وتأكد منهم عن فترة ظهور النجمة، وقال لهم روحوا وتأكدوا وين موجود يسوع، وبس تلاقوه خبروني حتى أنا كمان أجي وأسجد له. بس طبعا هيرودس ما كان ناوي يروح ويسجد ليسوع لأنه هو شرير ونواياه سيئة مثل ما قلتلكن. ومن بعدها راحوا المجوس لعند يسوع، وكانت النجمة اللي شافوها بالشرق مرافقتن، سابقتن على الطريق، ضلوا ماشيين وعم يلحقوها. وبالأخير وصلوا المجوس لمكان وجود يسوع. لما وصلوا وقفت النجمة فوق المغارة، فرحوا فرح عظيم كتير، وفاتوا المجوس على المغارة، ولما شافوا يسوع سجدوا له وقدموا له ذهب لأنه يسوع ملك، وقدموا له بخور لأنه يسوع إله، وقدموا له المر لأنه رح يتألم كتير. وحتى ما يرجعوا لعند هيرودس يلي كان ناوي الشر ليسوع، رجعوا على بلادهم من طريق تاني، وقلبهم كان مليان بالفرح لأنهم شافوا ابن الله. يا أخوتي تعالوا نطلع على يسوع، هو ناطرنا، فاتح لنا إيديه وقلبه. تعالوا نسجد له ونقول له نشكرك لأنك قبلت تصير بشر حتى تخلصنا، منحبك يا يسوع. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. وهيك يا أخوتي مثل ما شفنا بالإنجيل عن ولادة يسوع المسيح، ولد بمغارة، ما ولد ببيت ولا بقصر، ولد بمكان متواضع لأنه إلهنا متواضع وبيعلمنا نكون متواضعين. ومثل ما شفنا الرعاة لما أجوا زاروا يسوع، الرعاة هن الناس بسيطة بتمثل الناس الفقيرة، أما المجوس لما زاروا يسوع هن الناس بيمثلوا الطبقة الغنية، يعني هن الناس أغنياء ومتعلمين ومثقفين. هيك منشوف يا أخوتي بأنه يسوع ولد لكل العالم، ما بهم فقير أو غني، ولد من أجلنا. آية اليوم: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. هالآية يا حلوين بتعلمنا شي كتير مهم، بأنه صحيح نحن بنفرح لما بنشوف الشجرة والزينة والهدايا
بوبا نويل والتياب الحلوة، بس الفرح الحقيقي هو لما منعرف ونتذكر محبة الله لألنا، كيف الكلمة صارت جسد وحلت بيناتنا. لما نتذكر قديش بيحبنا ربنا ما ننسى هالشي أبدا. ربنا بيحبنا ونحن كتير مهمين عنده. منحبك يا يسوع، منشكرك. واو، برافو برافو برافو، حبيتكن يا أولاد، بتجننوا، كنتوا رائعين رائعين بالصوت والفيديوهات. فعلا بتجننوا يا حبايبي. بتشكركم من كل قلبي على مشاركتكن الرائعة، على فيديوهاتكن الحلوة اللي عاملينها. أكيد يسوع مبسوط فيكن قد الدنيا، ونحن كمان مبسوطين منكن، وبابا نويل رح يعطيكن أحلى هدايا. أكيد أكيد، برافو برافو. البعض منكم محضر آيات ميلادية، برافو عليكم يا شطورين، هيك بدي إياكم على طول. وكمان في ولاد محضرين الشجرة عم بيركبوها وعم بيرتلوا، شي كتير حلو. في البعض منكم عم بيعمل أعمال يدوية كتير حلوة. وكمان في ناس محتفلة بعيد البربارة. هلا خلونا نشوفهم كلنا سوا، يلا تعالوا معنا. يخلي لي اياكم يا رب. كيف فيديو احلى من الثاني. هاي كيفكم اليوم؟ عم نزين الشجرات عشان نستقبل الطفل مغارة، مثل ما مكتوب انجيل لوكا 11:2. ولذا لكم اليوم في مدينة يسوع المسيح الرب. هلا خلصنا الشجرة. جويو نويل، باي. السلام عليكم. إنجيل لوكا 2:11. Today in the town of David, a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. آمين. الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. المجد للآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. ميلاد مجيد. أنا du père et du fils et du saint esprit، آمين. L'Évangile selon Luc 2, versets 13 et 14. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignent à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Alléluia. المجد لله في عالي وعلى الأرض السلام والناس المصرة. لوقا 2 آية 14. فستلدين ولدا ويدعى اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. متى 1 آية 21. ميري كريسماس. ولد المسيح.
Hey!
بخير. ما باي. دقوا جرس، دقوا جرس، دقوا جرس العيد، ليل وراح فراح جايت الأفراح، إيد بإيد بيوم العيد خلي الحب يزيد. دقوا جرس ضو اسمه رح نخلق يسوع، جنك بنيه جنك بنيه سيروا جنك بنيه، جنتين عتبتان وضربات يشيد. جنك بنيه جنك بنيه سيروا جنك بنيه، جنتين عتبتان وضربات يشيد. نهارك الليل كل ما متبي يقول جبتي عالدار تلجي شرايط وقمار، مين اللي جاي بعيد عم بيرش المواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي الخير علينا يزيد. هيك دقي دقي يا اجراب انا الضعيف، يا سعدات الارضيات انا اللي سعيد. دقي دقي يا اجراب انا الضعيف، يا قلبي محيا مغارة ربع من السيارة، من شمسك نورني ومليني حرارة. قلبي محيا مغارة ربع من السيارة، من شمسك نورني ومليني حرارة. شوية نوال صوت الرب، شوية نوال أصحاب يسوع، شوفوا سنبكو. كيفكن رفقاتي يا صحاب يسوع؟ أنا اليوم رح أعمل ملاك لعلقه على الشجرة، على شجرة الميلاد. ربي ربي من الزيارة يا يسوع، رح نستقبلك بقلوبنا. متسلمين هاي خلصنا الملاك. ميري كريسمس. هو 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 حبيبي يا حبيبي، اليوم حابة أشغال سوا. أول شي بنجيب علينا تعصير بان ما هون حتى نقدر ننزل السكر. انتو فيكم تستعملوا أي شي ملح أو شي ممكن يكون لونه أبيض قطن أو حتى صابون مبشور. هلأ بقى مع عبينا نغطى بقماشة سودا، وبعدين نجيب الليبو في الإيدين. قديسة بربارة عند الرب المختارة، أبوكي هالكافر عبالي الحجارة. وشعلنا لك الشمعة وليش ما جيتي طفيتي؟ خربطت هالبنية. وصلنا لك الزيارة ليش ما جيتي أكلتي وقرعت جدي. سكي ماما سان شابا سان
متلكة جدي أدلع سامشال سنتلفع هاديني سنشخش سنشوسف سنتغرس قاتل بيو شامباندو سنتاتوان شتن لكوان ستيلي بلبالا ستألا باتو كلوس يحموكي. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب فيه تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وعرفوا أنك المشرق الذي من العلا. يا رب المجد لك. حبيت أشرو حبيت أشر حبيت أشر دم والدم وعملوا أجمل فرش وعش. حبيت أشر دم والدم وعملوا أجمل فرش وعش علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. كمان خلف نونو قرب قرب جنب المزود ما تحركش. عايز بابا يسوع يتدفى بصوف ونفخ ولا يبركش. وكمان رايت كان سهران جايب الإيمان فرحة هنمش. كان في الضلمة وشاف النور ورجع يحكي للي ما شافش. قلبي مغلى مغالة لبي ملي زلالة من شمسك نوريني مليني حلالة. ضلك ضل ليلي ولا تكون عني بعيد فالحق وجودك مثل اللهيب. قلبي مغلم غالة لبي ملي زلالة من شمسك نوريني مليني حلالة. Je m'appelle Donalita Callas. Quel âge as-tu? J'ai 3 ans. Thank you.
يا عيني يا عيني شو حلوين هالتعليقات. يسوع يبارككن. حبايبي كل ما أقرأ تعليقاتكن الحلوة بتشجع أكتر وأكتر لإيصال صوت الرب للعالم. بتشكركم من كل قلبي حبايبي. وبرنامج أصحاب يسوع موجود لايف على فيسبوك ويوتيوب، وصفحة صوت الرب موجودة على تيك توك والإنستغرام وتويتر. فيكن تدخلوا على اللينك الموجود أسفل الشاشة. وإذا دخلتوا على اليوتيوب وكنتوا جداد على قناة صوت الرب، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكن كل فيديو جديد. حبايبي شاركوا الحلقة قد ما فيكن، وكمان حطوا لنا كومنتات حلوة مثلكن، حطوا لنا قلوب ولايكات كتيرة. وهلا حبايبي خلونا نشوف كلنا سوا كومنتاتكن الحلوة. يلا حبيت، وهي أحلى قلوب. هلأ حبايبي أصحاب يسوع غمضوا عيونكم لنصلي سوا. يا ربي يسوع، ولدت بمكان متواضع بمزود، منشكرك من كل قلبنا لأنك قبلت أنك تصير بشر لحتى تخلصنا. منشكرك على محبتك الكبيرة وعلى هالنعمة العظيمة. ساعدنا لحتى نبشر بكلمتك. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. وهيك حبايبي منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج أصحاب يسوع على صوت الرب. وبهيدي الحلقة منختم 2020 ورح تبلش سنة جديدة. حطوا ببالكن أمال أمنيات وصلوا على نية تتحقق. وإن شاء الله يا رب السنة الجاي تكون سنة خير وبركة علينا أجمعين. يا رب كل شي ببالنا يتحقق. بتشكركن أخوتي المتابعين، وبتشكركن أخوتي الصغار على مشاركتكم الرائعة، وبتشكر كل شخص ساهم بنجاح برنامج أصحاب يسوع، من ألحان وتوزيع تصوير وديكور هندسة صوت. وبتشكر شكر خاص كل من ساهم بمشاركة بهيدي الحلقة بالتمثيل. بتشكركم كلكم لأنه طلعت الحلقة ناجحة كمان بوجودكم. بتشكر المونتاج، بتشكر الإخراج. وإن شاء الله نلقاكم بالحلقة الجاي. منحبكم، ناطرينكم، الله معكم. ميري كريسماس and happy new year.